بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جهاز رسيفر جديد في السوق المصري ويعتبر أحدث إنتاج وكمان بقورة يعني تطورات بالنسبة للمنصات الموجودة على أجهزة الاستقبال في مصر. هو جهاز سكوب إس تيربو. سكوب إس تيربو يا جماعة من الأجهزة الجديدة في السوق المصري. الجهاز بيجمع توليفة جميلة كوكتيل من المنصات المحتوى وفي نفس الوقت في احترافية في أداء الجهاز في السوفت وير والهارد وير الخاص بالجهاز. كمان معانا جهاز اسمه سكوب إس تيربو يعتبر من أسرع أجهزة السان بلس حاليا الموجودة في السوق وكمان موجود عليها دعم فني شامل أونلاين أو حتى عن طريق الفلاشات. الجهاز يا جماعة جهاز يعتبر من الأجهزة الحديثة إنتاج 2023 وفي نفس الوقت أداء سوفت وير وهارد وير عالي جدا مع سعر مميز. الجهاز بتاعنا سكوب إس تيربو يعتبر كان فيه قبله سكوب جهاز اسمه سكوب برضو قبله في كان يعتبر الدفعة الأولى من الجهاز ونفذت بسرعة والجهاز يعتبر من الأجهزة اللي مش بتقعد كتير في السوق يعني بينتهي بسرعة لأن دفعاته مش كتير. خلي بالنا من الحتة دي كويس. الجهاز دوت يا جماعة جهاز سان بلس مصنع داكي وفي نفس الوقت بيحمل منصات مميزة جدا من السيرفرات الاي بي والشير. تمام هنتكلم على كل المحتوى الخاص بجهازنا بعد ما نفتح العلبة بتاعة الجهاز ونشوف الدنيا فيها ايه بالنسبة للتصنيع والخام اللي مصنوع منه الجهاز والريموتات او اجهزة التحكم بتاعته. ادوات الجهاز يا جماعة كتير وفي نفس الوقت منصاته كتير وفي نفس الوقت كمان عشان برضو يعني نوضح معلومة الامكانيات الخاصة باجهزة السان بلس معروفة فيها امكانيات كتير ومتدرجة. انا شايف الجهاز جامع لامكانيات السان بلس بنسبة 98% 95% جامع الامكانيات ديت في الجهاز وفي نفس الوقت دعم فني سلس ومريح جدا. الجهاز سكوب إس تيربو هيعتبر من الاجهزة اللي هتعلم في السوق المصري من حيث الاداء الخاص بالمنصات. طيب هنخش كده على الجهاز من جوه ونشوف الدنيا وبعد كده نتكلم على الخدمات اللي على الجهاز بالظبط هي ايه وفي نفس الوقت هو زي ما قلت هو كوكتيل كده في حاجة اسمها زي القاء القمة بالنسبة للمنصات الموجودة عليه او الخدمات الموجودة عليه. يعني في لقاء قمة موجود على جهاز اسمه سكوب إس تيربو هنتكلم عنه في حينه ان شاء الله. هنفتح دلوقتي الجهاز ونشوف المحتوى بتاع صندوق الجهاز والمحتوى ما شاء الله مليان. هنفتح كده الجهاز مع بعض. طبعا دي الكرتونة بتاعت الجهاز وهنيجي كده يا جماعة زي ما انا دايما احاول ان افتح صندوق الجهاز قدام الشاشة. ده جهازنا ودي محتويات الجهاز. طيب انا هتكلم عن الجهاز الاول تمام وبعد كده نتكلم عن محتويات الصندوق. طبعا ده زي ما احنا شايفين كده يا شبابنا ده كده شكل الجهاز بتاعنا. طبعا دي انا عشان ايه يعني مش بحب اشوف ورق ملزوق او الستيكر الخفيف ده معايا. ده شكل الجهاز من الامام. طبعا دي عدسة رقمية ديجيتال علشان لو سيادتك عاوز تعرف ارقام القنوات مش حابب انك تحط جهازك ورا الشاشة تخفيه لا عايزه يبقى ظاهر. في هنا شاشة رقمية ديجيتال موجودة والجهاز واخد العلامة التجارية شركة سكوب والموديل إس تيربو زي ما احنا شايفين واللي قدامنا دي الشاشة الرقمية اللي بيظهر فيها كل خصائص الجهاز تمام. طيب هاجي بعد كده ده شكل الجهاز من فوق. في عندك 7 زراير بريس والسبع زراير بريس دي جديدة يعني انا ما شفتش جهاز فيه عدد من زراير او الزراير التحكم الكنترول بتاعنا الخارجي 7 زراير
سبع زراير فيهم كل شغل الجهاز. تخيل ان انت معكش ريموتات الجهاز، هو جهاز معاه 2 ريموت، معكش ريموتات الجهاز، حجر البطارية بتاع الريموت خلص منك الساعة 2 بالليل مثلا، بتضغط او بتدي اوردر للجهاز لقيته خلاص، طب خلاص هتقفل او لا، طب ما انت عندك زراير البريس بيقدم ويأخر وبيعلي وبيوطي وبيفتح الجهاز وبيفتح منيو، في زرار المنيو كمان تخيل، وتقدر تعمل كل خصائص الريموت عن طريق الزراير ديت في حالة عدم وجود الريموت. تمام؟ طبعا شكل الجهاز زي ما احنا شايفين، انا كنت عارض الجهاز من حوالي اسبوع او 10 ايام، لكن الفيديو اللي انا كنت عامله على القناة التانية قناة اشرف القاضي 2 هشيله، لان المنصات اختلفت دلوقتي، بقى في منصة احترافية زادت على الجهاز اللي هي منصة نوفا، فبالتالي الشغل الجديد هيبقى على الجهاز بتاعنا ده دلوقتي، جهاز سكوب استيربو. ده شكل الجهاز من اعلى. طبعا البوردة ظاهرة من جوه زي ما احنا شايفين، البوردة بعرض الجهاز بوردة عريضة، والجهاز يعتبر اكبر من اجهزة الميني بحوالي 5 سنتي تقريبا او 7 سنتي اطول في الطول بتاعه. تمام؟ زي ما احنا شايفين ده شكل الجهاز من فوق. طبعا من الجنبين هتلاقي فيه فتحات تهوية زي ما احنا شايفين، وفي نفس الوقت كمان عندك من الاسفل في فتحات تهوية خاصة بالجهاز. الجهاز واخد تهوية من كل الجوانب، ودي ميزة كويسة بتخلي الجهاز يشتغل بسلاسة تامة في أي جو أو في أي بيئة. تمام؟ طبعا لو جينا شفنا شكل مداخل الجهاز بالنسبة للخلفية بتاعت الجهاز، عندنا عندك مدخل الـ HDMI، عندك فتحة سوري عندك مدخل الـ LMB سوري اسم عندك مدخل الـ LMB أو سلك الدش، عندك فتحة الـ HDMI اهي جنبها، وعندك فتحة الـ AV لو عايز توصل الجهاز بتاعك بتلفزيون عادي بجاكيت أوديو فيديو، وصلت 2 في 1 او 3 في 1، وعندك هنا كمان فتحة التحديث، دي خاصة بالفنيين مالكش دعوة بيها. وعندك بعد كده فتحة السنسور الـ IR او العدسة الخارجية اللي بسلك، وهي جاية مع الجهاز، معايا عدسة خارجية بسلك، وفي نفس الوقت عندك فتحة الباور الخاص بالجهاز، الباور جاي معاك ادابتور 12 فولت و2 امبير، وكمان عندك فتحة الـ USB الخاصة بتشغيل الفلاشات او محتوى الفلاشات من فيديوهات او برامج او تنزيل سوفتات عن طريق الفلاشة، كل ده موجود في الفتحات بتاعتنا ديت، دي خصائص تشغيل الجهاز. زي ما قلنا الجهاز فيه عدسة رقمية، وكمان بيجي معاه عدسة خارجية بسلك. الجهاز بتاعنا هو اسمه سكوب اس تيربو، انتاج 2023. طيب لو جينا يا جماعة برضو نتكلم على المنصات، انا قبل ما اتكلم عن المنصات اللي على الجهاز انا هتكلم على باقي محتويات الكرتونه عشان برضو ما انساش، لان انا دايما وانا بسجل بنسى فعذرا يعني. طبعا لو جينا فتحنا الكرتونه بالشكل ده بلاقي عندي دي الكرتونه بتاعت الجهاز، عشان برضو ايه يبقى كله ايه واخد باله، وانا هجيبها كده على طول، انا مش هقعد ايه اشيل حاجه حاجه. ده سنسور الاي ار الاحترافي اللي جاي معاه، سنسور سلك طويل حوالي متر. تمام؟ بعد كده عندك كيبل ال HDMI، كيبل محمل متر. تمام؟ وعندك هنا الادابتور الخاص بالجهاز، ادابتور 12 فولت 2 امبير جاي مع الجهاز حوالي متر و10 سنتي تقريبا. وعندنا بعد كده في طبعا حاجه مهمه جدا، الكتيب. الكتيب اللي جاي مع الجهاز او الكتالوج اللي محدش بيقراه ولا انا بصيت فيه بصراحة. وبعد كده عندنا 2 ريموت. طبعا الاتنين ريموت اللي جايين مع الجهاز زي ما احنا شايفين كده، 2 ريموت، واحد بلوتوث اللي هو شكل البلوتوث العادي بتاعنا، بس هو ريموت غير عادي بصراحة. الريموت المرة دي في الجهاز بتاعنا جهاز سكوب اس تيربو، مش عارف ايه السر، انا لما شفته انا افتكرته في الوهله الاولى ريموت ال جي، شاشه ال جي يعني اول ما شفته. ده شكل الريموت يا جماعه، وطبعا الريموت جاي في الكيس بتاعه، وفي نفس الوقت جاي عليه لزقه او الورقه بتاعته يعني جاي عليه لزقه تانية كده بنشيلها. انا بس عايز اوريكم شكل الريموت، لان الريموت ده حكايه لوحده بصراحه ربنا، الريموت ده شكله لوحده حكايه. ده يا جماعه شكل ريموت بلوتوث في جهاز ريسيفر،
ده شكل ريموت البلوتوث بتاع جهاز الريسيفر بتاعنا سكوب اس تيربو. طبعا الريموت ده ريموت متعدد 2 في 1، يعني هو ريموت لجهازين، ممكن يشغل لك الريسيفر اساسي طبعا ويشغل لك الشاشه بتاعتك كمان، يعني بيتحكم في الشاشه. لو لاحظت هنا في زراير لونها ابيض، زراير لونها ابيض دي بتعمل زي ربط بين الريموت بتاع الشاشه وريموت الريسيفر بتاعنا، وبيتحكم بعد كده الريموت بتاعك ده في شاشتك عن طريق الاربع زراير دول، زرار بيقدم ويأخر او يعلي ويوطي كمان، وزرار بيطفي الشاشه ويشغلها. يعني انت كده تقدر تتحكم في الشاشه وفي الريسيفر عن طريق ريموت البلوتوث المعدل او المطور اللي جاي مع الريسيفر. وكمان في هنا زي ما انت شايف كده مكتوب سكوب استربو ومكتوب معلومات ربط الريموت بالشاشه والريسيفر في نفس الوقت عشان تقدر تتحكم فيهم. فطبعا زي ما احنا شايفين ده ريموت، ده ريموت ريسيفر. احنا شفنا ريموتات يا جماعه الاجهزه 3 4000 جنيه وب5000 جنيه، بس بصراحه الخام بتاع الريموت ده مختلف، الخام مختلف كاداء كمان، انا جربته ممتاز جدا ما شاء الله وسريع جدا، وحبيت مسكته، يعني حبيت مسكه الريموت ده، يعني مش كبير قوي لكن حاسس انك ماسك حاجه تقيله. هو ريموت تقيل حتى، يعني هو ريموت نفسه تقيل، ده ريموت اس تيربو او سكوب اس تيربو الجديد تمام. وطبعا جاي معاك كمان الريموت الثاني زي ما احنا شايفين كده، الريموت الثاني طبعا في حجاره بطاريه بتجي لك مع الريموت. الريموت الثاني الريموت العادي بتاعه برضو خام ممتاز، وفي نفس الوقت واخد العلامه التجاريه لشركه سكوب استيربو اهو. ده بالنسبه للجهاز. طبعا الجهاز زي ما احنا قلنا طبعا الريموت العادي كمان جاي معاه سنسور الاي ار الخارجي بتاعه، فبالتالي انت الجهاز جاي لك كده كامل مكمل بعدد قطع او عدد اجزاء ما يقرب من 8 قطع في الكرتونه مع الجهاز، فبالتالي جهاز متعوب عليه، جهاز مصروف عليه بصراحه. وفي نفس الوقت سعره حوالي 850 جنيه دلوقتي، ده سعره حاليا، يعني سعر الجهاز ده عشان برضو في ناس كتير بتسال في التعليقات، فبنوفر حتى يعني تعب السؤال. سعر الجهاز ده 850 جنيه حاليا في السوق المصري. هنتكلم عن المنصات كده بسرعه لاني انا طولت وانا ما كنتش عايز اطول بصراحه. بالنسبه للمنصات الجهاز دوت عليه سيرفر اكس اي بي تي في، سيرفر اكس اي بي لمده سنتين 24 شهر، واكس اي بي طبعا من منصات القمه في مصر، يعني معروف محتوى كبير جدا وغزير جدا وقوي جدا وثبات واداء كل البطولات، وده اهم شيء. وعندك سيرفر نوفا الاصلي نوفا بلس لمده سنه، طبعا عمرنا ما شفناها قبل كده ان الاكس مع النوفا في نفس الجهاز، لا ما حصلتش، فهو ده لقاء القمه بجد. عفوا بعتذر. عندنا كمان سيرفر الخليج العربي او السيرفر المعروف قوي الغزير بمحتواه سيرفر اروما لمده سنه، يبقى انت عندك كده 4 سنين اي بي كلهم حاجه يعني يعتبر بيرفكت بالنسبه للمنصات، 4 سنين مجانا. وكمان في 3 شهور هديه من الشركه على سيرفر سبيد، منصة سبيد الموجودة على الجهاز، فبقى عندك هنا يعني في توليفة لذيذة كده. عندك كمان الشير بتاع الجهاز عشان برضو ما طولش، عندك 3 منصات شير، شيرنج عندك 3 منصات. عندك جوسات بلس لمدة 3 سنين بالصوتيات بالترجمة الاحترافية، يعني انت عندك الجهاز عليه ترجمة احترافية موجودة على الجهاز، عندك صوتيات والتايم شيفت موجود على الجهاز 3 سنين، غير كمان مصدر صوتي تاني اللي هو نوفا هتديك مصدر صوتي على الجهاز، كمان في مصدر صوتي لسه هيشتغل سكوب اوديو هيشتغل على الجهاز ان شاء الله في الطريق. فانت عندك كده ما شاء الله 3 مصادر صوتيه اساسيه، اولهم الجوسات، والجوسات معروف، وكمان ترجمه الجوسات المتطوره جدا اللي انا بشوفها نمره 1 في مصر حاليا في الترجمه على الاجهزه، ترجمه حقيقيه احترافيه. كمان يا جماعه عندك الديكيو كام لمده سنه، سيرفر الديكيو كام وسيرفر الناشير كمان لمده 6 شهور، بقى عندك 3 سيرفرات اي بي شيرنج. فانت كده باشا معاك جهاز عليه سيرفرات وقتها طويل وفي نفس الوقت كلها دعم فني محترم ومعروفه
ثبات اداء مميز. كل دي حاجات موجودة تقدر تتابع كل المحتوى اللي انت بتفكر فيه هتلاقيه على الجهاز بصورة ممتازة جدا، خصوصا كل البطولات، ده اهم شيء، مع ثبات تام في الاداء، هو ده اهم شيء برضو بالنسبة لجهازنا سكوب اس تيربو. شكرا جزيلا لحضراتكم، واسف للاطالة. السلام عليكم ورحمة الله.